السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور، محاولة تشويه التاريخ، تضليل الناس عن التاريخ، التقليل من التاريخ. التاريخ بالنسبة لي الكابتن محمود الخطيب، يعني واللي هو عقدة مرتضى منصور طبعا، في كل مكان في كل زمان في أي قناة في أي برنامج صحفي، برنامج صحفي، برنامج تلفزيوني، برنامج إذاعي، برنامج أو مواقع رياضية صحفية، همه أو شغله الشاغل إنه يشوه الرمز ويشوه التاريخ. لكن هيهات، أنت بتكلم ناس فاهمة يعني إيه وشافت يعني إيه الخطيب وأسلوب الخطيب وتاريخ الخطيب. ليه أنا بتكلم تاني عن قصة الخطيب؟ النهاردة كان في لقاء مع مرتضى منصور عشان الجمعية العمومية، والمهم يعني إن هو بما إنه راجل عضو مجلس الشعب فمعاه، فالمفروض الطبيعي والمنطق عارف يعني إيه ديمقراطية، يعني إيه تقول نعم وإنت وتقول لأ، وإنت حر تقول نعم وإنت حر تقول لأ. لكن على ما يبدو إن هو ما عندوش ديمقراطية، مش على ما يبدو، دي حقيقة، ده واقع. اللي بيختلف معاه بيشوهه، ما عندوش كلام. النهارده انت راجل عضو من اعضاء جمعيه نادي الزمالك، انا ماليش علاقه بقصه الزمالك، انا بتكلم في شكل عام. يعني النهارده انت عضو في جمعيه عموميه لنادي معين، روح تدي باصواتك، موافق على اللي حصل في الميزانيه، موافق على الناس الاعضاء اللي جايه، الكلام ده كله طبيعي، من حقك انت دافع فلوس وليك سهم زي ما بيقولوا كده، وليك حقك في النادي، فمن حقك تقول او تعترض او تقول لا. فمرتضى منصور بيقول لك انا جايب لك 170 مليون وعامل لك مش عارف ايه والكلام ده كله، قول لو قلت لا بقى تبقى مجنون، يبقى اوديك مستشفى الصلاه الصفراء، يبقى انت غلاوي، يبقى انت من جواك بقى مش حلو. ده انا جايب لك يعني حاجات وحاجات انت ما كنتش شفت بيها، ده احنا غيرنا مش عارف ايه، تبقى انت وحشه، وقلت لا تبقى غلاوي. انهي يا جماعه، والله مين اللي بيقول ده؟ كلام يعني خطير، بس هو بالنسبه له عادي، لكن الناس اللي بتسمعه وبتقيمه. النهارده لما اجي اتكلم معاك فانت ممكن باسلوبك وبطريقتك وبتجاربك وبخبراتك وبعقليتك تقدر تقيمني. الناس دي بتقيم الشخص ده ازاي؟ مش فاهم. هو بتقيمه شايفين ان هو اسد وبياخد حق على راي، من خالد غندور قال لك يعني في الفتره الاخيره شفنا حق الزمالك، وكل واحد بيجي يتكلم بيعمل 100,000 لحساب الزمالك. امال بتشتكوا ليه؟ خالد غندور وقبل ما يقدم الفقره بتاعت مرتضى منصور يعني واللقاء في الجامعه العموميه، قال لك بإنجازات مرتضى منصور بيعدل عمل ومش عارف ايه والنادي، وعدل كنت بروح النادي وانا مش عارف الكلام ده كله، ومن وقت ما جه النادي بقى اي حد بيكتب كلمه عن نادي الزمالك بيعمل ليها 1000 حساب. ده انت لسه اول امبارح بتشتكي من الصحفيين، بتشتكي ازاي بكام بيتعاملوا نادي الزمالك والنادي الاهلي. ده انت في ايه تقول للراجل؟ وزي ما قلت قبل كده، كمال درويش كان راجل طيب ما اعترضش على موضوع نادي القرن، لكن هنفتح الملف ومعانا اسد ومعانا سلامات يا نادي القرن، فين انتوا بقى؟ فين القضية؟ فين الملف؟ احنا قاعدين مستنيين يا خالد غندور. مهم، من ضمن الحاجات بقى اللي اتكلم فيها عن الخطيب مرتضى منصور مع المذيع بتاع الفقرة اللي بيقدموها من الجمعية العمومية أو من الخيمة اللي عاملينها، قال لك نادي الزمالك نادي عالمي وبتاع، وكلموا عن مباراة بيراميدز واللعيبة ومش اللعيبة، وبقول اللعيبة تلعب رجالة لكن المكسب ده رزق بتاع ربنا، ممكن تلعب وكورة تضيع أو حد يضيع قدام الجون والكلام ده كله، ده رزق. لكن الخطيب بقى احنا شفنا الخطيب كان الكره تيجي في مناخيره وتخش جول، منتهى الاستخفاف بعقول الناس اللي واقفه بتسمعه واللي هتسمعه في التلفزيون واللي سمعته زي ما بيقولوا. يعني الخطيب انت جاي على احسن لاعب في تاريخ مصر، محدش يقول لي محمد صلاح، محدش يقول لي، مع احترامنا ابو تريكه طبعا، محدش يقول لي الخطيب احسن لاعب في تاريخ مصر. الخطيب امكانيات، مهارات، لعب، كانش بيتكلم في ارضيه ملاعب، بيتكلم في توقيت، وجاله عروض احتراف شوف من زمن الزمن، واحسن لاعب في افريقيا سنه 83. في بعض الناس اللي هم من المنافسين يقول لك لا ده ما كانش الكاف اللي بينظم، وده كان جايزه من الفرنس. ده ما الفرنس فوتبول هي اللي كانت بتدي الجوائز في التوقيت ده، يعني هم جم قبل كده كان الكاف اللي بيدي لحد الخطيب 83، قالوا لا بقى خدها من الفوتبول، وبعد كده بعد ما خدها راح مراجعين الكاف الفوتبول، ما الفرنس فوتبول، فرنس فوتبول هي اللي كانت بتنظم العمليات دي والبطولات او الترشيحات والاختيارات. ما فيش لاعب في مصر خدها الا محمد صلاح بقى باع في 2016 و2018 من قبل الكاف سنتين ورا بعض، ومع ذلك يظل الخطيب احسن من محمد صلاح. مع احترامنا لمحمد صلاح وانجازات وتاريخ محمد صلاح، محمد صلاح
افضل لاعب في تاريخ مصر حقق انجازات تاريخيه تاريخيه ولعب في انديه عالميه على من هنا للصبح. لكن على المستوى الفردي كمهارات وكلعب، مع احترامنا يعني لمحمد صلاح ورغم عشقي لمحمد ابو تريكه، برضه مع احترامي لمحمد ابو تريكه، ان ارى الخطيب افضل لاعب في تاريخ مصر. يقول لك على الخطيب الكره بتيجي في مناديل، ليه بقى السر اللي مرتضى منصور اكتشفه يعني وهيرددوا وراه بعض الناس اللي ماشيين على نفس النهج او اللي بياخدوا كلامه كانه حقيقه وبيرددوه؟ الخطيب كان معاه ساحر سوداني يا جماعه. الساحر السوداني هو اللي كان عامل الخطيب القصه دي كلها ومديله الرعب في الملعب، رغم ان لسه من كام يوم كان بيهاجم الخطيب: انت امكانياتك ومهارتك في رجليك بس راحت وانا عقليه معمليه فاز. النهارده الكره بتيجي في مناخير تخش الخطيب تخش جون، وكان عشان كان معاه ساحر. منتهى التضليل والتشويه. وللاسف الشديد في ناس بتمشي وراه، يعني لما اتكلم خطيب وماجده ومش اتحدى ان اي واحد زملكاوي من اللي بيهاجم الخطيب يقول لك ماجده ومش ماجده، يعرف ايه ماجده او يعرف قصه ماجده. ماجده الخطيب دي اخت من اخوات الخطيب، يا الله يرحمها، توفيت ربنا يرحمها. لكن مجرد ما نقول ساعات تعرف انت ساعات اتاخدت من تركيا للشيخ راحت فين؟ عارف، ممكن تكون عارف، لكن احنا لما بنقول هاني زاده عارفين، ومرتضى منصور هو بيقول والناس والمواقف، وهو هاني زاده نفسه لما طلع من بره، يعني الناس لما بتيجي تتكلم تتكلم بحقائق ومنطق، لكن ده كلام مع في ناس ما عادش عندها لا منطق ولا فكر ولا عقل ولا بيستخدم عقلها، لغت عقلها وحطوا مكان عقلها فلاشه متسجله بصوت مرتضى منصور عشان يقولوا اي حاجه. ده سريعا. برضه زي ما قلت لحضراتكم بخصوص الهاشتاج اللي اتنشر من جماهير النادي الاهلي ضد صفحه المختلط اللي هي حزب المختلط للتنمر، يعني بسبب كلامهم عن قمح الدولي والاستخفاف وقله الادب اللي حصلت من صفحه المختلط، فجماهير النادي الاهلي زي ما عملوا هاشتاج يطالبوا بمحاسبه الصفحه دي والناس دي. فاحمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق الدكتور احمد فوزي قال لك ايه؟ في هاشتاج معمول دلوقتي بيقولوا حاسبه مش عارف مين على ايه؟ قال لك اذا كان رب البيت بالدفي ضاربه، اذا كان رب البيت بالدفي ضاربه فشيمه اهل البيت الرقص على رأي محمد رضا رحمة الله عليه، عجبت لك يا زمن، وحاطط ضحكات ساخرة من حقه فعلا. انت هتحاسبه مين على ايه؟ اذا كان صاحب رئيس الموقف بيطلع بيشتم وبتاع، انت عايز الناس اللي بتطلع بقى على نفس النهج وبتاخد كلامه ويتكلموا فيه يعني كأنه حقيقة. بالنسبة لتصريحات ميتش اللي قلتها لحضراتكم الفيديو السابق ان الزمالك ومشاعري مع الزمالك وبحب الزمالك ومش عارف ضحيت من الاغراءات الماديه من النادي الاهلي ورفضت النادي الاهلي رغم ان المقابل المادي بتاع النادي الاهلي اعلى واخترت الزمالك، علق اسامه السويسي على ميتشو قال لك ايه؟ فيه هي عدوى حنفي بتنتقل بسرعه في ارجاء 100 عقبه، يعني اللي بيخش عندهم بياخد زي ما قلت حضرتك السابق نسخه كانه نسخه من مرتضى منصور، العدوى بتاعت حنفي بتنتقل على طول لاي حد بيخش 100 عقبه. ده كان كلام الكاتب الصحفي مجله النادي الاهلي اسامه السويسي. برضه من ضمن الحاجات اللي نتكلم عليها عبد الناصر زيدان، شفنا امبارح هجوم مرتضى منصور على عبد الناصر زيدان وشتمه وشتم عيله القريه بتاعته كلها وقال عليهم بهائيين وابوه مش عارف كان بيتساوي على قصه مرتضى منصور وسخافات مرتضى منصور يعني. فاتكلم قال لك ايه؟ الشورانيه بلد المئة مأذنه، لانه زي ما قلت لحضراتكم كان اتهمهم انهم بهائيين يعني. قال لك ايه؟ الى كل اهالينا في الشورانيه بكل نجوحها جزيرة المئة مأذنة أهل الرجولة والجدعنة، سنصلي الجمعة اللي زي بكرة الموافق 13/9/2019 في نجع فرج أحمد عباس والمعروف بنجع هاشم إبراهيم بمسجد آل هيكل لتسجيل حلقة تلفزيونية عن جزيرة الشورانية اللي سبها مرتضى منصور دون وعي أو معرفة بعائلتها وأهلها، وإن ترك القانون حقنا ولن نترك حقنا بالقانون، والدعوة مفتوحة للجميع وللكل من أهلنا بالمراغة يشرفونا بحضورهم. طبعا زي هو عاوز يمشي على خطى سيد عبد الحفيظ لما مرتضى منصور قال له عايزك تروح الأوراق روح مش عارف ايه هتنضرب انت مش عارف ايه، فراح سيد عبد الحفيظ سجل فيديو فرح بنت اخته مش بطريقة عفوية في مناسبة، مش رايح مخصوص عشان مرتضى، لا فرح ابن اخته وتصور وبتاع، ومرتضى منصور بعدها ما اتكلمش خالص يعني، يقول لك اخوانه لو رحت واهل البلد هيضربوك وانتهى. فعبد الناصر زيدان عاوز يعمل زي ما هيعمل حلقه من قلب بلدهم عشان يشوف الناس اللي هم بيكرهوه ولا بتوع البهائيين ولا الكلام الفارغ اللي مرتضى منصور بيردده على اي حد بدون دليل يعني. وقال عبد الناصر زيدان الفعل افضل من الكلام،
أنا كفيل بتأديب هذا الوغد الكاذب بهلولي المعتوه مجنون الكرة المصرية، وحق جزيرة الشورانية اللي سباها هذا السافل لن يضيع. هنشوف الدنيا راحة فين. ومش عارف بقى، ما هو بيتكلم واخد راحته فين بقى الكلام اللي قاله مرتضى منصور وضبطه وإحضاره بتاع، بيتكلم على صفحاته وبيحدد بيقول هكون يوم الجمعة اللي بقى. بيقول لك هو الراجل وليد يعني عامل استئنافات على ما أعتقد يعني على الأحكام الصادرة ضده بسبب مرتضى منصور. علاء صادق علق وقال بسبب اللي بيحصل من اتحاد الكرة ومباراة الزمالك وبيراميدز والحضور الجماهيري والقصة السخيفة دي، فعلق وقال بلد الزمالك علني وببجاحة، كل مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور وعشرين ألف متفرج في الزمالك وبيراميدز بنهائي الكأس. ده برضو لازم يعني جماعة الزملكاوية لسه بنتهاجم وبنعمل ومفيش عدالة وحقنا ضايع. أدي أول حق غير واخده انت، مش حق، ادي اول حاجه مش من حقك انت واخدها، الانديه كلها ما خدتهاش. يا ريت بس تفتكروا مش كل شويه عندكم ذاكره السمك او عن عمد بتتجاهلوا الحاجات اللي انتوا المميزات اللي اتحاد الكوره بيحابيكوا بيها وبتنسوا الاخرين. يعني قال لك قرارات تحديد اسعار التذاكر ودمج الدرجه الثانيه مع الثالثه في نهائي الكاس لا تصدر الا من اجتماع لرابطه مشجعي نادي الزمالك. الفساد بدا مبكرا مبكرا جدا، اجتماع مرتضى منصور مع احمد عبد الله ومع عمرو الجنايني، هو شايف ان ده مش اجتماع مع لجنه خماسيه بتدير كوره، لا ده اجتماع لرابطه مشجعي نادي الزمالك. ده كلام علاء صادق. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.